فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. طيب أيضا يا شيخ مما ينتشر أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يدخل مثل الأيام وصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا تنم حتى تقرأ قراءة القرآن كامل، أن تتصدق ب4000 درهم، أن تقوم بزيارة الكعبة، أن تحفظ مكانتك في الجنة، أن ترضي الخصوم. صحة مثل هالوصايا والأمور؟ هذا الحديث يلحق بما سئل عنه في أول الحلقة من دعاء الفجأة، فإن هذا الحديث لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ذكروا هنا أن علي رضي الله عنه قال كيف يا رسول الله يقرأ القرآن في ليلة؟ قال تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات. قال كيف لي أن أرضي الخصوم؟ قال تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات. كيف أتصدق ب4000 درهم؟ قال تقرأ سورة الفاتحة 3 مرات. إلى آخر ما ذكر، هذا الحديث انتشر ولا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والأوراد والأذكار الواردة عن الشرع قبل النوم واضحة وبينة، وليس فيها هذا الحديث، وهذا الحديث لا تصح نسبته إليه صلى الله عليه وآله وسلم.